خلينا بقى نبدا موضوعنا، لان امبارح كان في حدث اعتقد شغل العالم كله، مش شغل بس فئه معينه في العالم. يعني امبارح الحاله اللي حصلت من تعطيل للفيسبوك والانستغرام والواتساب، يعني تحس ان الدنيا اتقلبت، تحس ان الناس عيل من عيالهم مثلا تاه او حاجه، الموضوع غريب جدا، الناس كلها مستاء، ايه ده، ازاي حياتنا. على فكره هو احنا كنا عايشين من كام سنه من غير كل الابلكيشنز دي، يعني الموضوع مش عارفه ليه بقى بيأثر علينا بهذا الشكل الغريب. يعني امبارح بجد لو تشوف الناس، بس علشان برضو الواحد يعني يسرد كل الاطراف، لا كان في ناس سعيده جدا بالعطل ده، يعني حتى بعد لما رجع او رجعت الابلكيشنز تشتغل تاني، ناس قالت لك يا كنا مرتاحين 6 ساعات، حياتنا الطبيعيه رجعت لمده 6 ساعات، فين ايام زمان. واللي يقول لك انا بدل ما كنت ببعت دلوقتي بقيت اتصل بالناس اللي انا عايزه يعني اتواصل معاها. يعني ليها شق ايجابي وشق سلبي زي ما بنقول. فامبارح انت شفت الموضوع ازاي؟ اراهنك مبدئيا ان نص الناس اللي انت بتتكلمي عليهم برضو كانوا بيفرقوا في ال6 ساعات دول ومش لاقيين حاجه يعملوها. ومن ضمن الجوانب الحلوه فعلا النقطه اللي ذكرتها نهاوند، فكره ده في ناس يا حضرات قابلوا بعض في البيت بعد طول غياب، لان كل واحد ما بيشيلش وشه من على الموبايل، وكل واحد عايش وغرقان في تفاصيل ملكوته الخاص. يعني حاجه عجيبه جدا. بالمناسبه من ضمن الامور برضو المتعلقه بهذا الملف، الشركات الراعيه في العالم كله بتشوف دايما مين اكتر ناس يعني عندهم نجوميه ومتابعه على السوشيال ميديا، وتمضي معاهم حملات اعلانات بملايين الجنيهات او الدولارات في بعض الاحيان. ليه؟ لتاثيرهم على متابعين زي مين؟ زي محمد صلاح بطبيعه الحال، ميسي، رونالدو، وغيرهم طبعا كتير جدا. بس احنا بنتكلم هنا في الجزء الخاص بالرياضيين. فاكرين حضراتكم زمان يعني في اجيال سابقه كانت لما تكون عندها كده مشاعر قويه وبتحب لاعب معين في كره القدم او اي فنان حتى، كانت بتعمل ايه؟ كانت بتشتري الجرايد والمجلات وتقصقص الصور وتلزقهم على الحوائط عندهم. دلوقتي طبعا السوشيال ميديا خلتنا نتواصل حتى في كتير من الاحيان مباشره مع نجومنا المفضلين، والاكثر تاثيرا بين معجبيه بيكون هو كمان الاكثر ربحا من خلال وسائل التواصل. بص انا هتفق معاك يعني في النقطه دي. ولو هنتكلم عن الرياضيين اكيد، او الرياضي الاكثر تاثيرا بقى هنا تحديدا، بيتم الاستعانه بيه طبعا في حملات، وممكن يكون ده بقى طبعًا شق ايجابي وتوعوي في المجتمع. زي مثلا هديك مثال حمله انت اقوى من المخدرات اللي كان عاملها محمد صلاح، وفي حملات توعويه ثانيه كانت ضد فيروس كورونا، كان تقريبا ابراهيموفيتش هو اللي عاملها. ممكن السوشيال ميديا يبقى ليها شق ايجابي، ولكن برضو ما زال او هيبقى برضو متواجد شق سلبي جدا، وهو فكره الادمان يا كريم. أيوة ان انا طبعًا ادمن طبعًا شيء طبعًا. هو ده اصعب حاجه، وهو ده اللي بنتكلم عنه. يعني احنا في 6 ساعات حسينا حياتنا اختلفت. ليه؟ لان احنا كل ربع ساعه ممكن نمسك تليفوننا نقعد نبص مين بعت، مين مش عارف ايه، مين عمل لايك، بقى ادمان. برضو ده بيخرجك بره الحياه الطبيعيه، يعني الحياه الافتراضيه ما هياش افضل شيء. على فكره الحياه الافتراضيه اصلا ده يعني قريت فيها مقالات على فكره بيتكلموا ان الحياه الافتراضيه قد تؤتي بثمار سيئه جدا على الصحه النفسيه للاشخاص، يعني ممكن تجيب اكتئاب، ممكن تجيب توتر، ممكن تجيب حاجات كتيره جدا، امراض نفسيه احنا في غنى عنها، لان انت دايما بتقارن حياتك بغيرك، واللي هي حياه غيرك دي اصلا ممكن تكون مجرد صوره في لحظه، مش دي الحقيقه. لا ليها شق برضو سلبي كبير. انا يعني انا بقف دايما عند السلبيات، هي طبعا اكيد ليها ايجابيات بس سلبياتها اكتر بكتير. يعني يكفي ان انا ما احب الناس مقتنع تماما ان السوشيال ميديا بالرغم ان هي المفروض ان هي تكون قربت ما بين البشر، انا شايف ان هي بعدت ما بيننا وخلت التواجد الفيزيكال في كتير من المواقف اللي لازم نكون متواجدين فيها مش موجود. بقينا نعمل لايك من بعيد، عيد ميلاد حد هابي بيرثدي برساله، بس جوزت ناس برضه يا كريم، جوزت ناس وطلقت ناس، يعني طلقت اكتر طلقت اكتر برضه حصل. يعني يعني الحقيقه يعني سواء يعني شئنا ام لم نشا، رضينا ام لم نرضى، اصبحت السوشيال ميديا جزء اساسي وجزء لا يتجزا من حياه اغلبنا بسلبياتها وايجابياتها. لكن نرجع ونقول طيب الوقت اللي بيضيع كله على السوشيال ميديا، طب ما نعمل فيه حاجه مفيده، يعني ننزل نمارس رياضه، نتمشى في الشارع، نقعد مع اولادنا. يعني احنا قربنا نتحول لاله احنا كمان، احنا بدورنا. فيعني لازم موضوع السوشيال ميديا ده تلاقي له حل، لان حقيقي الموضوع بقى طاغي جدا على حياتنا كلنا. انا بتفق معاك بصراحه في النقطه دي. وفاكر لما مره برضو استضفنا كان التوبيك عن الرياضه الالكترونيه، لما انت بتمارس رياضه بس يعني الكترونيا، فاللي هو ممكن تبقى بطل رياضي بس انت مش بتلعب بجد، انت بتلعب يعني على حاجه زي بلاي ستيشن كده او العاب الكترونيه وفيها بطولات وكده. أيوة بس ادي اند انا ما عملتش حاجه، ممكن يعني ازيد في الوزن وابقى كسلان وغيره وغيره، واسمي بطل في لعبه ما اونلاين. يعني لا اكيد طبعا الكلام ده مش مظبوط.